السلام عليكم متابعين الأعزاء، وبشكل رسمي تم الإعلان عن هاتف نوكيا 8.3 5G. إذا أنت مهتم تابع الفيديو الأخير. أهلا بكم مرة ثانية. بداية بشاشة الهاتف، الشاشة تجي بحجم 6.81 إنش من نوع الـ IPS LCD وبدقة الفول HD Plus، ونسبة استحواذ الشاشة هي 82.9% من واجهة الجهاز، والشاشة تجي بكثافة بكسلات 386 بكسل في الإنج الواحد وبأبعاد 20:9. ننتقل إلى نظام التشغيل والمعالج. الهاتف يجي بنظام أندرويد 10 وبواجهة أندرويد 1 اللي هو الأندرويد الخام، والهاتف يجي بمعالج من نوع السناب دراجون 765G مصنع بمعمارية 7 نانومتر مع معالج رسوم من نوع أدرينو 620. ننتقل للرام وسعر التخزين. الهاتف يجي بخيارين للرام 6 جيجا بايت و 8 جيجا بايت، وسعة تخزين 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت مع إمكانية إضافة كرت الذاكرة الخارجي المايكرو SD. ننتقل للكاميرات. الهاتف يجي بكاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 64 ميجا بكسل للتصوير العادي، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل للتصوير الألترا وايد، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، وكاميرا رابعة بدقة 2 ميجا بكسل مخصصة للعزل، والكاميرا الخلفية تصور لك فيديو بدقة 4K و30 إطار في الثانية، والكاميرا الأمامية للجهاز تجي بدقة 24 ميجا بكسل وتصور لك فيديو بدقة فول HD و30 إطار في الثانية. بالنسبة للحماية، فالهاتف راح يدعم البصمة اللي راح تكون مدمجة مع زر الباور، وأيضا الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم. اما بالنسبه للبطاريه، الهاتف يجي بطاريه بحجم 4500 ملي امبير تدعم شحن سريع بقوه 18 واط. اما بالنسبه لسعر الهاتف، سعر الهاتف راح يبدا من 620 دولار اللي يساوي 756 الف دينار عراقي. إلى هناك وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو نال إعجابكم، وإذا أعجبكم فلا تنسوني بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تشجعني استمر وياكم أول بأول. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.